خلال اجتماع مع عدد من قادة القوات المسلحة، الرئيس السيسي يواجه بتقديم الدعم الفوري للأشقاء في ليبيا والمغرب، ومصر تعلن الحداد 3 أيام. أحوال جوية غير مستقرة على القاهرة والمحافظات نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال، وتوقعات بانتهاء الأتربة خلال الساعات المقبلة. مدبولي يتابع خطة تنمية سيناء ويؤكد أن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار والقضاء نهائيا على الإرهاب. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه وباسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا. ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القاضي الأعلى للقوات المسلحة بعدد من قادة القوات المسلحة. هذا وأعلنت مصر الحداد 3 أيام تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدد من قادة القوات المسلحة لبحث سبل تقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا إثر الكارثة الإنسانية التي تعرضوا لها. ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني العاجل من أطقم إغاثة طبية وإنسانية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية والليبية. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي الأول إن احنا يعني في البداية كده نقدم التعازي باسم الشعب المصري باسمكم ضحايا الكارثة الإنسانية اللي حدثت في زلزال المغرب أو في الفيضانات اللي حدثت لأشقائنا في ليبيا. ويمكن اللقاء اللي احنا موجودين فيه النهاردة، أنا عارف أنتم شغالين في الموضوع بقالكم يومين تقريبا، عملت تنسيق مع الأشقاء على أن احنا يعني إذا كان في ممكن بتواضع شديد أن احنا نقدم دعم ومساعدة مع بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات اللي موجودة هناك، أنتم شغالين في ده. وانا حبيت بس ان انا من خلال اللقاء ده معاكم ابقى مطمن على ان احنا مستعدين نتحرك سواء بالقوات الجويه جوا يعني او بالقوات البحريه بالبحر او برا بالنسبه لاشقائنا في ليبيا، لان حجم الضرر اللي موجود كبير قوي، وطبعا محتاج مننا ان احنا كلنا نتكاتف مع بعضنا البعض في الظروف الصعبه دي. انا اللي يهمني في بالنسبه يعني في اعمال التنسيق نبقى المطالب اللي هي اللي فعلا يعني هتبقى تقدم تيسير او تسهيل للكارثه اللي موجوده. وطبعا اذا كان اطقم اغاثه، اذا كان اطقم انقاذ، اذا كان معدات موجوده، اذا كان معسكرات هتنشا، يعني انا عارف طبعا ان احنا في 7 طيارات دلوقتي جاهزين للانطلاق حسب مش كده؟ 4 إنقاذ و3 وبرضه بالنسبه لليبيا اتصور ان احنا محتاجين يعني وبسرعه، لان حجم الضرر الناجم عن الفيضانات هناك كان ضخم جدا. ويعني الاخبار والمعلومات الوارده بتحتاج ان احنا نتحرك بكل قدراتنا. وانا عارف ان قدرات الجيش قدرات يعني قويه وقادره بفضل الله سبحانه وتعالى، مع الجيش الليبي ان شاء الله ننسق معاهم ونتحرك، سواء كان اللي كان في فرصه ان احنا نخش بالبر معاهم او بالقوات البحريه ايهما اسرع يعني،
او القوات الجويه طبعا، بس القوات الجويه لو احنا عايزين نعمل اعمال تعبيد طرق وغاسه للمناطق المنكوبه بمعدات مهندسين، واتصور ان احنا محتاجين نعمل كده، يعني ان احنا معدات مهندسين بسرعه. يبقى انا كلمت قائد المنطقه الغربيه الصبح وقال لي في يعني في اجراء عاجل ممكن يتم، بس طبعا احنا بنتكلم على حجم عمل ضخم. انتوا بتتكلموا في ثلاث مدن على الاقل، مش كده؟ ثلاث مدن على الاقل حصل فيهم ضرر كبير قوي، وبالتالي محتاج دعم قوي، لان اشقائنا هيبقوا طبعا مشغولين دلوقتي في ظروفهم يا اسامه. ايوه بس فان شاء الله يعني دي مهمه مهمه مع الاشقاء، ولازم ان احنا يعني كلنا نقف، سواء كنا قوات مسلحه، وانا في ثقه كبيره جدا في القدرات وفي الامكانيات وفي رد الفعل، او حتى في الشعب المصري تجاه الازمتين اللي موجودين في اشقائنا في المغرب او في عند اشقائنا في ليبيا. وانا بقول ده جهد متواضع جدا، هو عباره عن تعبير رمزي للمشاركه في الالام والاحزان اللي تمت. واسمحوا لي ان احنا برضو نعلن الحداد ثلاث ايام في اطار يعني شكل من اشكال في المواساة والتعازي والمشاركة مع الأشقاء. نكس مجلس النواب أعلامه في مقر المجلس حدادا على ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، وذلك عملا بقرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الحداد العام. وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب أماكن متعددة من المملكة، كما تقدم بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الإعصار، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. هذا وتواصل مصر الاطلاع بدورها الدولي الرائد والفعال، لا سيما في أوقات المحن والأزمات، وبتوجيهات رئاسية عملت مصر على دعم مختلف الدول الشقيقة والصديقة في فترة تشهد العديد من الكوارث الطبيعية التي تتسبب بمآس إنسانية واسعة النطاق. في الوقت الصعب يظهر الشقيق، وفي المحن والأزمات تتجلى معادن الدول والشعوب. وكعادتها على الدوام لم تتخلى مصر يوما عن دولة صديقة أو شقيقة أو جارة، مهما كانت الظروف في مصر، لأنه دورها وقدرها كانت ولا زالت تؤديه بإيثار دون ضجيج أو استعراض. في يوليو الماضي وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات، جاء إقلاع ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان، محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة.
موقف ليس بالغريب على القاهرة التي كانت أسرع من هب لتقديم يد العون للأشقاء في السودان عقب الأزمة الأخيرة التي تشهدها البلاد منذ أبريل الماضي. وفي أغسطس عام 2018 كانت مصر حاضرة أيضا إلى جانب الأشقاء في السودان عندما أعلنت الرئاسة المصرية تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمساعدة السودان في مواجهة آثار السيول والأمطار الغزيرة. وذكرت رئاسة الجمهورية أن المساعدات عبارة عن مستلزمات إغاثة ومواد غذائية وأدوية وبطاطين وخيام، إضافة إلى إفاد قافلتين طبية وبيطرية لعدة أقاليم في السودان للمساعدة في مواجهة استشراء الآفات والأمراض نتيجة نفوق الماشية جراء السيول ولحماية الثروة الحيوانية في السودان من أي تداعيات سلبية. يأتي ذلك في إطار الروابط التاريخية القوية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه أشقائها في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم. نفس الموقف من السودان تكرر مع الأشقاء في لبنان، ففي أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت لم تتأخر مصر عن نجدة أشقائها، حيث سلمت مصر السلطات اللبنانية أكبر شحنة مساعدات، وتعد الشحنة هي الأكبر ضمن جسر المساعدات المصرية التي تصل إلى لبنان منذ انفجار ميناء بيروت، حيث تبلغ الشحنة أكثر من 487 طنا وتتضمن 265 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تغطي مستلزمات علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى أدوية لعلاج الأمراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر، و122 طنا من المواد الغذائية، و100 طن من مواد الإعاشة. أما الأشقاء في سوريا وفي أعقاب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير من العام الجاري، فحرصت مصر على ألا تتأخر عن نجدة أشقائها في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية والإنسانية الصعبة، كما لم يفت القاهرة أن تكون حاضرة مع الشعب التركي الصديق في كارثة الزلزال، حيث سارعت أيضا لتقديم الدعم والمساعدة. أدوار مصر تجاه أشقائها في القارة الأفريقية لم تنقطع أو تتوقف، فكان الدعم المصري للأشقاء في جنوب السودان والصومال وأخيرا في ليبيا والمغرب محطات مشرفة من التضامن مع الأشقاء العرب والأفارقة، تزايدت وتيرتها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مسؤولية مصر ودورها ومكانتها. هذا وتوجه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالشكر للرئيس السيسي لإصداره تعليمات بإرسال فرق إنقاذ وفرق طبية إلى ليبيا. وننتهز هذه اللحظة التاريخية لنعبر فيها عن أسمى آيات الشكر والتقدير للدول العربية الشقيقة لدعمها ومساندتها وتضامنها مع الشعب الليبي في هذه المحنة. وقام كذلك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار تعليماته لإرسال فرق الإنقاذ والفرق الطبية من وزارة الصحة بدولة مصر الشقيقة. حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا. وتوقع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وصول عدد المفقودين بسبب الإعصار دانيال إلى 10,000 شخصا. الموت مر من هنا، آثار مخيفة تركتها السيول والفيضانات التي ضربت واجتاحت مدنا بشرق ليبيا نتيجة إعصار دانيال، وحولت بعضها إلى ركام يشبه غثاء السيل. أحياء ومدن كاملة التهمها الإعصار في البيضاء وسوسة والمرج، بالإضافة إلى درنا التي غمرتها المياه، ما دفع مجلسها البلدي إلى المطالبة بتدخل دولي وإعلان سلطات البلاد الشرق منطقة منكوبة.
حصيلة الضحايا كبيرة والخسائر المادية فادحة، هكذا تظهر الصور ولقطات الفيديو. ووفقا للسلطات في الشرق الليبي فإن عدد من قضوا بسبب هذه الكارثة يتجاوز 2000 شخص وآلافا آخرين من المفقودين. رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قال في بيان إن مناطق برقة وخاصة مدن درنا وشحات والبيضاء تضررت بشكل كبير، ما يستدعي إعلانها مناطق منكوبة، داعيا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة والدعم. العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة، حيث أسفرت عن مصرع 27 شخصا على الأقل، وصفها الخبراء بأنها شديدة للغاية من حيث كمية المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة. وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد الماضي، لاسيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي، حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق للمدارس لأيام. ويضم شرق ليبيا حقول ومحطات النفط الرئيسية، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة التأهب القصوى وإيقاف الرحلات الجوية بين مواقع الإنتاج التي انخفض نشاطها بشكل كبير. ووصف مسؤول في المجلس البلدي لمدينة درنا الوضع بأنه كارثي وخارج عن السيطرة ويتطلب تدخلا عاجلا محليا ودوليا، وأكد انهيار 4 جسور في المدينة وسقوط مبنيين. ويعتقد أن المئات لا يزالون عالقين في مناطق يصعب الوصول إليها، فيما تحاول فرق الإنقاذ الوصول إليهم لتقديم المساعدة. نكس مجلس الشيوخ أعلامه حدادا على ضحايا الزلزال الذي أصاب المملكة المغربية وضحايا الإعصار الذي اجتاح ليبيا. وفي هذا السياق نعى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ضحايا زلزال المملكة المغربية الشقيقة، وتقدم باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولجميع أبناء الشعب المغربي الشقيق، وتقدم بخالص التعاوات بالشفاء العاجل لمصابي هذه الكارثة الإنسانية. كما نعى رئيس مجلس الشيوخ ضحايا الإعصار في دولة ليبيا الشقيقة، وتقدم باسمه وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا وإلى جميع أبناء الشعب الليبي الشقيق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أجرى وزير الخارجية سماح شكري اتصالا هاتفيا مع ناظره المغربي ناصر بوريطة، وخلال الاتصال أعرب الوزير شكري عن خالص التعازي والمواساة من جانب مصر إلى المملكة المغربية الشقيقة قيادة وشعبا على إثر الزلزال الذي ضرب بعض المدن بالمغرب. كما جدد شكري التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع المغرب في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به. من جانبه أعرب وزير الخارجية المغربي عن تقدير
جلالة الملك محمد السادس لمساندة وتضامن شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، مقدرا قرر مصر إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام تضامنا مع المغرب. ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى أكثر من 2862 شخصا، إضافة إلى 2562 إصابة. هذا وقد انضمت فرق إنقاذ من عدة دول لجهود البحث المغربي عن الناجين من الزلزال الذي وقع في منطقة جبال الأطلس الكبير وبلغت قوته بمقياس ريختر 6.8 درجة. خيام منتشرة ومشردون في أماكن كثيرة، ورجال إنقاذ يواصلون محاولاتهم للعثور على ناجين أو جثث للضحايا. هذا هو الوضع في المغرب بعد أيام قليلة على كارثة الزلزال الذي خلف وراءه دمارا كبيرا. وبعد الكارثة ظهر التضامن الكبير من العديد من الدول مع المملكة المغربية، وفي أحدث تطور انضمت فرق إنقاذ من إسبانيا وبريطانيا وقطر لجهود البحث عن الناجين من الزلزال الذي وقع في منطقة جبال الأطلس الكبير وبلغت قوته 6.8 درجة. وكان مركز الزلزال المدمر على بعد نحو 72 كيلومترا من جنوب غرب مراكش، حيث تضررت بعض المباني التاريخية في المدينة القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما تسبب الزلزال في أضرار كبيرة لمسجد تاريخي يعود إلى القرن 12 الميلادي. بعد جهود الإغاثة الأولية ظهرت مخيمات في بعض المواقع، حيث قضى بعض الناجين الليلة الرابعة في العراء. وعلى الجانب الآخر أكد الجيش المغربي أنه يعزز فرق البحث والإنقاذ ويوفر مياه الشرب ويوزع الأغذية والخيام والأغطية. تكاتف كبير يسيطر على المشهد في المغرب في محاولة لاحتواء الكارثة والتقليل من آثارها على الناجين. ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجمع أكثر من 100 مليون دولار لتقديم المساعدات التي يحتاجها المغرب بعد أيام من كارثة الزلزال المدمر. أوضحت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعية الصليب والهلال الأحمر كارولين هولت، أوضحت أن المبلغ المطلوب سيمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمناطق المنكوبة في المغرب في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال الاحتياجات الأساسية. في إطار جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة التي تعرضت أو تتعرض لحوادث أو نكبات طارئة، أعلنت الحكومة زيادة المساعدات المقدمة إلى ليبيا والمغرب بقيمة 30 مليون جنيه إضافية. وأكدت الحكومة الضرورة الملحة لوضع مخرجات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ كوب 27 موضع التنفيذ، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وآثارها المدمرة. تسود البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال، وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع انتهاء تأثير العاصفة دانيال على كافة أنحاء الجمهورية يوم الخميس المقبل. وأفادت الهيئة باستمرار تكسر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، كما يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق. وأضافت الهيئة أنه من المتوقع انتهاء الأتربة على شمال البلاد خلال الساعات القليلة القادمة. أكدت غرف العمليات الرئيسية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة دانيال ومتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين. ففي مطروح وجهت المحافظة برفع حالة الاستعداد وتأهب فرق الطوارئ
لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين العامة والطريق الدولي، وتفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس. وتلقت وزارة الموارد المائية والري تقريرا بشأن موقف العاصفة دانيال وتأثيرها على محافظة مطروح. وأكد التقرير استقرار الأحوال الجوية وتوقف الأمطار على مدن ومراكز المحافظة بعد هطولها بصورة متقطعة على بعض المناطق دون أن تتسبب بأي سيول أو أضرار، كما شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة دون أي تأثير على الحركة المرورية والحياة العامة للمواطنين. وفي هذا السياق ننتقل إلى كريم بيبرس من محافظة الإسكندرية ليطلعنا على آخر التطورات. تفضل كريم. تحياتي لكم وتحياتي لك يوسف ودينا، تحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل أنا الآن من داخل محافظة الإسكندرية، وبالطبع الآن توابع عاصفة دانيال التي أثرت بشكل كبير على الدولة الشقيقة ليبيا، وبالطبع يعني تعازينا لأهالي الضحايا في الدولة الشقيقة ليبيا، ولكن توابع هذه العاصفة هنا في الإسكندرية. هناك بالطبع أمطار من خفيفة إلى متوسطة منذ أمس على الكورنيش أو على الطريق الرئيسي، تزداد وترتفع سرعة الرياح من آن إلى آخر، إلا أن ازدياد سرعة الرياح لا يؤثر بشكل كبير على أمواج البحر، نظرا لأن الإسكندرية محافظة الإسكندرية هي تطل مباشرة على البحر الأبيض المتوسط، وهو ما أثر بشكل مباشر على الدولة الشقيقة ليبيا. ولكن هنا يعني الرياح يعني في ازدياد من آن إلى آخر، ولكن أيضا الأمطار خفيفة إلى متوسطة، وهناك سيولة مرورية برغم هذه الأمطار الخفيفة، إلا أن هناك سيولة مرورية في جميع الشوارع الكورنيش الرئيسي، بداية من الطريق الإسكندرية الصحراوي الذي انطلق من الجيزة إلى هنا محافظة الإسكندرية. يعني ترتفع أو تزداد سرعة الرياح، الرؤية متوسطة إلى جيدة تقريبا على الطريق السريع، هنا داخل المحافظة في حد ذاتها الرؤية واضحة تماما، ولكن ربما الغيوم غطت سطوع الشمس اليوم هنا في محافظة الإسكندرية. أيضا بجانب ذلك محافظة الإسكندرية قامت بتنويهات كبيرة واستعدادات كبيرة استقبالا لهذه العاصفة أو توابع هذه العاصفة، منها بالطبع تنويه كبير وتنبيهات للمواطنين بعدم ركوب السيارات أو القيادة إلا للضرورة القصوى، حتى إذا اضطر المواطن إلى يعني ركوب السيارة أو استخدام السيارة ألا تزيد سرعته عن 60 كيلومترا في الساعة. أيضا تنويهات للمواطنين بعدم ركن السيارة أو وضعها في أماكن قريبة من المباني المتهالكة أو حتى قريبة من الأشجار، وإذا اضطر المواطن للنزول ينزل للضرورة القصوى فقط. هناك أيضا أرقام للطوارئ نشرتها محافظة الإسكندرية للتعامل إما مع جهات الصرف الصحي لتجمعات أي من الأمطار، وهو رقم 175، وأيضا رقم لمحطات المياه للتعامل المباشر وهي 125. ذلك هذه أرقام للطوارئ والتعامل المباشر مع تجمعات المياه أو حتى مع تجمعات الأمطار. أيضا محافظة الإسكندرية كانت استعدت منذ أشهر تقريبا لبعض السيول المحتملة في فصل الشتاء، وقامت بالفعل بوضع بعض أو حفر بعض المجاري المتنوعة في عدد من الشوارع لتصل من بداية الأماكن المرتفعة داخل محافظة الإسكندرية لتصل بشكل مباشر إلى بالوعات الصرف في الإسكندرية لتصل إلى أيضا البحر. لذلك الاستعدادات بدأت منذ أشهر بالفعل، وما زالت يعني الرؤية من حولي الآن ما زلت وأنا أتحدث إليكم سرعة الرياح في ازدياد، أيضا ربما الأشجار من حولي ربما نوعا ما بشكل أو بآخر تتأثر بشكل كبير، لذلك التنويهات ما زالت مستمرة للمواطنين، لكن سيولة مرورية كبيرة في الشوارع، أيضا الأمواج ليست مرتفعة بشكل كبير، لذلك نظرة عامة فهي الأمور متوسطة إلى جيدة تقريبا فيما يتعلق بالأجواء هنا في الإسكندرية. نعم يوسف، الأجواء كما وصفتها كريم مستقرة نوعا ما، السيولة المرورية، ولكن التحذيرات يجب هنا من بدورنا أن نؤكد على ما ذكرته من تحذيرات قامت بها محافظة الإسكندرية في هذا الإطار. تكلمنا عن سرعة السيارات التي تتخطى سرعة معينة، عدم
اصطفاف السيارات في أماكن محددة. أيضا أشرت كريم إلى أرقام الطوارئ ونعيدها مرة أخرى، رقم 175 ورقم 125 دي أرقام للطوارئ، نعيد التنبيه بها مرة أخرى على أهالينا في محافظة الأسكندرية وعلى المقيمين هناك الاطلاع على موقع المحافظة للتعرف على آخر التحذيرات أولا بأول. أنا بشكرك زميلي كريم بيبرس من الإسكندرية على هذه الجولة المفصلة من هناك. وللمزيد أيضا ينضم إلينا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر هيئة الأرصاد الجوية. أحمد، بعد التحية، آخر التفاصيل لديك عن توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة سواء في المناطق الساحلية أو في الجنوب؟ نعم مدينة، نحييكم من مركز الأرصاد الجوية حيث نتابع معكم وما زلنا نتابع تحركات الإعصار الذي بدأ في السواحل اليونانية واتجه نحو البحر المتوسط متجها إلى ليبيا ومنها إلى مصر، ولكن بدخوله عبر البوابة الغربية من الحدود وأصبح يعني مجرد منخفض جوي يمكن شعرنا به من الأمطار المتفاوتة والسحب المنخفضة والمتوسطة والأمطار أيضا التي حدثت في منطقة مرسى مطروح والإسكندرية وأيضا في محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا بشكل عام. المزيد من التفاصيل معنا من هيئة الأرصاد الجوية دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، بعد التحية حدثينا أين وصل هذا الإعصار دانيال حتى هذه اللحظة؟ بالفعل والإعصار دانيال بمجرد مروره على الأرض الليبية أو الأرض المصرية بدأ يفقد قوته بشكل كبير وبدأ يتحول إلى منخفض جوي. المنخفض الجوي ده بدأ يأثر علينا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. في أربع أمس على محافظة مطروح بدأت الأمطار الى غزيره ورعديه، نشاط الرياح المسير للرمال والاكتبه، يمكن ده حصل بالامس على محافظه مطروح وايضا بعض المناطق من الصحراء الغربيه، يمكن امس كمان لاحظنا الاكتبه اللي كانت موجوده على القاهره الكبرى او السواحل الشماليه الغربيه. اليوم بحركه المنخفض الجوي من الغرب باتجاه الشرق بدا المنخفض الجوي يأثر على المناطق الشماليه شمال البلاد، يمكن من خلال صور الاقمار الصناعيه ممكن نوضح حركه المنخفض الجوي. المنخفض الجوي اتحرك من المنطقه الغربيه اتحرك باتجاه المناطق الشرقيه فبدأ يأثر اليوم على المنطقة الموجودة في شمال جمهورية مصر العربية. بدأنا اليوم نلاحظ تقاطر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي حصل معاها خلال الساعات الماضية وسقوط أمطار، وكانت أمطار متفاوتة في الشدة ما بين الأمطار الخفيفة المتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وطبعا الغرب مطروح والإسكندرية البحيرة تحت الشيخ التقالية دمياط والصعيد. وسجلت كمان الأمطار خلال الساعات الماضية بعض المناطق من محافظات الوجه البحري، كانت ايضا الامطار ما بين الخفيفه المتوسطه بتختلف من منطقه للثانيه حتى كمان امتدت لمناطق من القاهره الكبرى، بالاضافه مع الامطار كان في اليوم انخفاض في درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه بحوالي 6 درجات عن الامس، واليوم سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 32 درجه مئويه مع انخفاض درجات الحراره. كان في طبعا نشاط الرياح اللي كان مثير للرمال والاسلحه وادى لانخفاض الرؤيه الافقيه خاصه على الاماكن المكشوفه. كمان مع حركه المنخفض الجوي خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله باتجاه المناطق الشرقيه اكثر، هيستمر معانا فرص الامطار على شمال البلاد، امطار متفاوته الشده من منطقه لمنطقه، هيستمر معانا نشاط الرياح اللي هيخلينا نحس بتحسن كامل في الاحوال الجويه، ومع غدا الاربعاء ان شاء الله يبدا المنخفض الجوي ياثر اكثر على المناطق الشرقيه في جمهوريه مصر العربيه، فهيستمر معانا التقلبات الجويه، هيستمر معانا فرص الامطار متفاوته الشده، لكن هيكون اقل حده من اليوم ان شاء الله، وهتكون امطار مدينة خفيفة متوسطة على المناطق الشمالية السواحل الشمالية خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى مع استمرار انخفاض درجات الحرارة. باتجاه الدكتورة باتجاه إلى منطقة الشرق، يعني عايزين نطمئن أيضا ونطمئن أهالينا في شبه جزيرة سيناء، كيف ستكون حدة هذا الإعصار اليوم وغدا بإذن الله؟ العادية يمكن كمان تعتبر حالة من حالات عدم الاستقرار الضعيفة، لأن الأمطار مفيش منها أي تأثير على أي أعمال أنشطة يومية، فغدا بنقول إن منخفض الجو هيتحرك في المناطق الشرقية فبالفعل هيأثر على وسط سيناء بعض المناطق من شمال سيناء كمان، لكن الأمطار كلها هتكون أمطار ما بين الخفيفة خفيفة إلى متوسطة، مفيش منها حالة تماما هيكون في اعتدال في درجات الحرارة بشكل كبير، فما نقلقش تماما مفيش أي تأثير على أعمال الأنشطة اليومية من سقوط
معانا غدا ان شاء الله، لان المنخفض الجوي يفقد قوته بشكل كبير، ومع يوم الخميس يتلاشى المنخفض الجوي بشكل كبير، يترجع تاني الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية بإذن الله. كيف ستكون درجات الحرارة وأحوال الطقس بعد تلاشي هذا المنخفض الجوي أو هذا الأعصاب؟ طبعا مع تلاشي المنخفض الجوي يوم الخميس المقبل هيستمر معانا التحسن الكبير في درجات الحرارة. يمكن احنا بدأنا من اليوم انكسار لموجة ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا شهدناها خلال الأيام الماضية، أيضا مع يوم الخميس هيستمر معانا انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 33 درجة مئوية بإذن الله، يعني درجات حرارة حول المعدلات. المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط 30 درجة مئوية، حتى كمان محافظات الشمال الصعيد وجنوب الصعيد عليهم انخفاض في درجات الحرارة. جنوب الصعيد بعد ما كانت بتسجل 45 درجة مئوية هتسجل درجات حرارة 38 درجة مئوية، فهيكون في تحسن كبير في درجات الحرارة من يوم الخميس وحتى مطلع الأسبوع القادم بإذن الله. أخيرا دكتورة منار، ما هي أبرز النصائح وأهمها للمواطنين لمواجهة هذا المنخفض الجوي؟ طبعا مع اي حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه احنا دايما بننصح كل الساده المواطنين ان هو مهم جدا يتابعوا النشرات الجويه دايما قبل ما نخرج من البيت، نعرف الحاله الجويه ايه ونبدا نتعامل مع اي ظواهر جويه مختلفه. واثناء طبعا سقوط الامطار وخاصه على الطرق المؤديه من والى المناطق الساحليه مهم جدا تكون القياده بهدوء تام، نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، ومع الاتربه والرمال المثاره اللي ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه ايضا القياده تكون بهدوء تام. مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية لو احنا خارجين لازم نرتدي الكمامات، وان شاء الله السلامة للجميع. شكرا جزيلا. هي كما تابعنا هذه النصائح وهذه الارشادات للمواطنين هي في غاية الأهمية لاتباعها من قبل كافة المواطنين وخاصة المواطنين الذين يقطنون السواحل الشمالية للبلاد. إليكم زملائي في الاستوديو. أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر هيئة الأرصاد الجوية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة استطاعت مواجهة التحديات المتمثلة في التهديدات الإرهابية بسيناء. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة استعدادات إطلاق الخطة التنموية الشاملة في شمال سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وشدد مدبولي خلال الاجتماع على أن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار والقضاء نهائيا على أي محاولة للإرهاب، لافتا إلى أن الدولة تستهدف التنمية في سيناء وأن يكون أهالي شمال سيناء هم المستفيدون من هذه المشروعات وهم من سيقومون بتنفيذ نسبة كبيرة منها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر شرعت في التوصل لخطوات عملية ومبتكرة لإزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية. وخلال كلمته في افتتاح فعاليات إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد مدبولي على أن مصر وضعت وتنفذ مخططا طموحا لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة. شرعت مصر في هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية، وذلك من خلال أولا الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والذي يأتي في مقدمتها على سبيل المثال ولا الحصر واحد وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات المدرجة بالموازنة بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030. 2- إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، والتي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية. 3- إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية. هذا وأطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، وذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر. وتعتبر المنصة تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، ويتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر
ومرونة المناخ. أعلن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي بجمهورية مصر العربية، وستكون هذه المنصة بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، بالإضافة إلى توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية، كما ستتيح هذه المنصة قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة والمستثمرين وكافة الجهات لتمكينهم من تلقي الدعم والخدمات. والمزيد من التفاصيل نتابعها مع الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري من مقر انعقادي منتدى الاستثمار البيئي والمناخي. نعم، يأتي تدشين منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في نسخته الأولى هذا العام في مصر، وذلك تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعطي أولوية قصوى برعايته لمثل هذا المنتدى، من حيث أن القيادة السياسية لمصر تهتم بالتحول الأخضر باعتباره مسارا حيويا ليس فقط في مصر وإنما للإنسانية في العالم أجمع. هذا المنتدى الذي دشنت أولى دوراته اليوم في مصر بحضور وزاري واسع، يأتي على رأس السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة هالة فؤاد وزيرة البيئة والوزراء معنيين بقضايا التحول الأخضر، وبحضور أممي حيث كان هناك عن الأمم المتحدة منظمة اليونيدو التي كان لها حضور لدعم ومؤازرة والشراكة مع مصر في دعمها في التحول الأخضر. هذا المنتدى في نسختها الأولى والذي يعد تمهيدا لسنوات قادمة بمشيئة الله من نسخ مشابهة، يأتي ليكون يعني إذا قلنا بأنه جسر للتواصل ما بين الدعم الحكومي للتحول الأخضر والمستثمرين من القطاع الخاص، سواء كانوا مستثمرين محليين أو مستثمرين دوليين يريدون أن يشاركوا الدولة المصرية في فرص الاستثمار الواعدة الموجودة في جمهورية مصر العربية من أجل تقديم استثمارات جديدة. الدولة توفر لهم استثمارات جديدة، وهو ما يعني على الصعيد التحول الأخضر وعلى الصعيد الاقتصادي إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين سواء كما قلنا المصريين أو الأجانب، وإيجاد فرص واعدة للاستثمار في مصر، فضلا عن توفير فرص العمل في السوق المصري وتنشيطه اقتصاديا وعماليا، وخلق المزيد من الآليات الجديدة لتغيير طريقة الفكر القديمة في التعامل مع البيئة، كإيجاد طرق جديدة لتغيير أو التعامل مع النفايات والمخلفات التي تنتج عن مثلا عمليات البناء والهدم، وتغيير الفكر النمطي في التعامل مع مثل هذه المخلفات، إيجاد طرق جديدة للزراعة المستدامة. هذا المنتدى هو بوابة للمستقبل، المستقبل الأخضر الذي تحلم به مصر وتؤسس له بقوة الجمهورية الجديدة، ليكون عنصرا فاعلا في بناء الجمهورية الجديدة في التحول الأخضر للحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ حول العالم. الميكروفون إليكم. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. جاء ذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني
والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثاني الميداني للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف. بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالمستوى الراقي لكافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات. وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذلونه لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني في حماية الوطن وصون مقدراته، مشيدا بدور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء. ودار الفريق أول محمد زكي حوارا مع رجال الجيش الثاني الميداني استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات، معربا عن سعادته لما لمسه من وعي وفهم صحيح لمتطلبات المرحلة، فضلا عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال الجيش الثاني الميداني. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. الذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. يعقد الحوار الوطني جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي. تستهدف الجلسة التخصصية بلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي. وللمزيد تنضم إلينا الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، بداية أطلعينا على آخر ما جاء في الحوار الوطني حتى الآن.
نعم، بعد التحية نتابع معكم من داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أهم ما يدور في الجلسة المغلقة والتي بدأت صباح اليوم بحضور مجلس أمناء الحوار الوطني، كما ذكرتم لمناقشة أهم مدار في جلسات المحور الاقتصادي خلال الأسبوع السادس. نتحدث بشكل خاص عن عمل لجنة التضخم وغلاء الأسعار والحديث الذي كان يدور عن مصادر ارتفاع الأسعار وكيف يتم مواجهتها من أجل تخفيف العبء على المواطنين. اليوم يتم مناقشة كل الاقتراحات والتوصيات التي جاءت في هذه الجلسات، فكان الحديث بيدور عن أسباب التضخم وكيف يمكن مواجهة هذه الأسباب وتأثيرها المباشر على المجتمع، أيضا مناقشة القرارات التي اتخذتها الدولة بهدف كبح جماح التضخم، والحديث عن أهمية العمل عن بحث أسباب التضخم في الداخل وعلاقة التضخم بعجز الموازنة والدين العام والعرض والطلب. أهم المقترحات التي تم تناولها خلال الاجتماعات التي كانت في الأسبوع السادس في عمل لجنة التضخم وغلاء الأسعار كانت تدور حول أهمية الاقتراحات للإصلاح السياسي وإصلاح السياسات النقدية والمالية. هناك أيضا من اقترح بوجود منظومة سعر الصرف مختلفة، الحديث عن تشجيع الاستثمارات وأيضا اطروحات الشركات لتوفير العملة الصعبة وتقديم أيضا دعم للصادرات. هناك أيضا من تحدث عن أهمية وجود تعديلات على الضرائب وكيف ذلك سيؤدي إلى تخفيف أو مواجهة التهرب الضريبي، ومن جهة أخرى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الآن في خلال هذه الجلسات التي تحدث بيتم الحديث عن كل هذه التوصيات بهدف الوصول إلى توصيات نهائية ومقترحات نهائية يتم رفعها لرئيس الجمهورية ليتم تطبيقها أو إحالتها للجهات المختصة. كانت هذا تفاصيل ما يدور الآن، وبالطبع سنتابع معكم كل ما هو جديد ويتعلق بعمل اللجان المغلقة اليوم. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصرية. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. خلال اجتماع مع عدد من قادة القوات المسلحة، الرئيس السيسي يوجه بتقديم الدعم الفوري للأشقاء في ليبيا والمغرب، ومصر تعلن الحداد ثلاثة أيام. أحوال جوية غير مستقرة على القاهرة والمحافظات نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال، وتوقعات بانتهاء الأتربة خلال الساعات المقبلة. مدبولي يتابع خطة تنمية سيناء ويؤكد أن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار والقضاء نهائيا على الإرهاب. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.